ما تبون نفرح الله اليوم؟ ما تبون نفرح الله اليوم من هذا المكان؟ صديق الخير فالك الخير. أسألكم سؤال يا إخوان، الحين لو رجعنا البيت كلنا وجيت عند أمك قلت يما أبشرس تبت، أسألكم بالله كيف فرح؟ بالله كيف ابتسامتها وكيف دموعها؟ كيف ضمها لك وكيف تقبيلها لراسك؟ لكن الله جل في علاه أشد فرح الجبار جل في علاه بك إذا تبت. والله إن الله عز وجل أشد فرح بك. تكفى ألم يأني طيب أنت ليش مهموم أنا مهموم؟ والله أنا من ضيقة ومن هم ومن بعد من الله عز وجل. ترى الله جابنا هنا لأن يحبنا، مستحيل أن الله جابنا هنا عشان يعذبنا. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أعلم من الله ما لا تعلمون. ما تبون نفرح الله اليوم؟ ما تبون نفرح الله اليوم من هذا المكان؟ تكون أول انطلاقة لنا في هذه الحياة؟ تكفون يا شباب، والله ما حطينا ملتقيات هذه ولا الأماكن هذه ولا أعلنا أرقامنا إلا بإذن الجبار. أطلبكم طلب إن نفرح ربي اليوم. تكفون يا أسود، من نفرح الله؟ نبغى نقبل على ربي. تكفون، حطوا ديكم في ديننا. يلا يا أسود، من نفرح الجبار؟ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين.